السلام عليكم. يعني بالنسبة بزاف تاع الناس اللي كاين في لائحة الانتظار، سواء الأولى أو الثانية، يعني مازال كيسولوا إمتى غادي يعيطوا علينا، فوقاش غادي يعيطوا لائحة الانتظار. هذا السؤال كتير بزاف، اليوم غادي نجاوبوا عليه. قبل ما نبداو، يعني كاين في صندوق الوصف معلومات على القناة تاع تيليجرام، فيها دروس، كاين مجموعة على الواتساب فيها حتى هي معلومات على التكوين المهني وآخر المستجدات، وكاين واحد الحساب بنكي يعني ديال القناة، الناس اللي بيساهموا مع القناة على حساب باش ناخذ ماتريال التصوير باش يكون جودة مزيانة، لأنه حنا مستمرين معكم. وكيف ما كنقول ديما، هذه القناة ديال ولاد الشام. بالنسبة للتاريخ ديال الإعلان ديال نتائج التكوين المهني بالنسبة للائحة الانتظار، غادي يبداو في المنادات نهار 17 شهر 8. الناس اللي بيقول لك الدليل هو انه الرسائل اللي توصلوا بها الناس اللي دفعوا التكوين المهني نهار 17 شهر 8 غادي يبداو بالمنادات على لا ليست داتون. يعني الناس اللي عندهم لا ليست داتون خاصكم تاخذوا اول حاجه الرقم الترتيبي ديالكم، سواء اللائحه الاولى ولا الثانيه. غادي تردوا البال لي ميساج لي اس ام اس، غتردوا البال لي زابيل، وتبعوا الموقع حتى هو كل صباح نوض تبع الموقع ديالك. وفي السونتر ما فيها باس الواحد يمشي يدي بلاصه ويسول، يعني فين وصلوا، شحال من واحد ما عيطوش، شحال من واحد باقي، باش يعرف الرتبه ديالو واش الامور غاديه مزيان هنا، فاش يعرف راسو شي تقبل ولا لا. المهم بقاو على القرص، راه غادي يبقاو يعيطوا من 17 شهر 8 حتى الدخول المدرسي. تما الا بدات القرايه عارفه راه حبسوا لا ليزاتون. القرايه غادي تبدا نهار 7 شهر 9 بالنسبه للبروميير اني، الدوزيام اني بداو 5 شهر 9. اللي عنده شي سؤال او اي حاجه يخليها في التعليق. تحياتي لكم.